استاذ عباس. نعم. انت كنت بتحلم انك تشتغل بالتمثيل في يوم من الايام؟ لا. امال ازاي اشتغلت بالتمثيل؟ ازاي اشتغلت بالتمثيل؟ كانت المدرسة اللي كنا فيها تاخدنا كل سنة في الاوبرا نتفرج على تمثيليات. اول سنة اتفرجنا على رواية طلياني من الموسيقى اللي هي رواية فاوست. هاي. فرجعت مغرم جدا باللي كان بيجعر قوي وكان بينعر قوي، ما كانش بيجعر كان بينعر فاوست. ورجعت على المدرسة طول الوقت جنب تلامذة اخواني وقدام الاساتذة انعر زيهم. فجاء حضرة الناظر ندهلي وقال لي تعالى يا افندي انت بتعمل ايه في الفصل فوق؟ قلت له بنعر يا استاذ. اي لكن ده ممنوع في المدرسة يا استاذ. وبعدين قال لي انت شفت؟ قلت له انا حضرت كذا وكذا وكذا. قال لي لا الكلام ده اوعى تقوله هنا احسن، ثاني مرة هرفدك من المدرسة. خفت ورحت ثاني سنة ودونا رحنا شفنا رواية عطيل من الاستاذ جورج ابيض. شفنا الفصل الثالث فيها وهو بيجعر وبيقول الى الوراء الى الوراء. كانت ألعم من الطلياني. فضلت اجعر طول الوقت الى الوراء الى الوراء الى الوراء، فرفدت فيها من مدرسة. وبعدين بقى بلغت الحكاية لبيت عمي ووالدتي وخالتي، قعدوا يعيطوا عليا لان انا خسرت خالص وبقيت واحد تلميذ خسران تلفان ما انفعش في حاجه ابدا. وحتى انا كمان صعبت على روحي وقعدت اعيط انا كمان لان انا خسرت وتلف ومفيش فايده في مستقبلي ابدا. من هذا الوقت ركب دماغي شيطان التمثيل الى هذا الى هذه الاونه. من فضلكم امال انت كنت بتفكر تشتغل ايه يا استاذ عباس؟ كنت عاوز اعمل عسكري. يعني ضابط يعني. كنت عاوز تدخل الكليه الحربيه يعني. كنت عاوز ادخل الكليه الحربيه. طيب بالمناسبه لما بيكون في روايه تاريخيه او حاجه والممثل عاوز والممثل ماسك سيف بيحط السيف في الناحيه النهيه اليمين ولا الشمال؟ اللي هو يا اخي الشمال يا طيب واذا كان الممثل اشول؟ ما اعرفش ما عنه حاجه بقى، يمكن بقى اذا كان هو اشول تساله هو، ما تسالنيش انا يا استاذ. المفروض انه ما يكونش اشول وبياخد دور عسكري لان العسكريه ما بتقبلش الناس اللي هم شول. ده كويس، ده معقول، ده كويس. طب كويس قوي يا استاذ عبد، خلصتني منها انت يا استاذ مش انا. كويس. طيب في الوقت ده كان سنه كام الحكايه دي؟ سنه ايه؟ اول ما دخلت تمثيل؟ ايوه. هم عمل استاذ جورج ابيض روايه مكبس. سنه كام؟ مش متذكر، سنه 12 على ما اظن. بس ما انت سمعته؟ طبعا في الوقت ده كان التمثيل مهنه جديده على المجتمع المصري. اي نعم، كان الاستاذ عبد الرحمن رشدي والاستاذ عبد القدوس والاستاذ جورج ابيض، وكانت فرقه خاصه بالنجوم الكبيره في الوقت ده هو، واحنا دخلنا لقطنا منهم وتعلمنا منهم ودرسنا منهم. قصدي المجتمع كان بينظر الى التمثيل نظر الترفع. جدا جدا، شيء جميل جدا. قابلتك عقبات من الناحيه ديت باعتبار انك بتشتغل ممثل والمجتمع بينفر من هذه المهنه؟ بقى يعني ما كانش صادفنا عقبات الا عقبات الكساد والركود في الفرق التمثيليه في بلدنا، لان كان الاستاذ ابيض هو لوحده اللي كان بيشتغل، وبعدين جه الاستاذ عبد الرحمن رشدي واشتغل، وبعدين جت السيده منيره المهديه واشتغلت، ومات الشيخ سلام حجازي في المده ديت. فكان بس لما يبطلوا دول واشتغلوا دول، ده كان بس كانت العقبه الكؤود ان الفرق كانت بتتعثر في بنائها وحلها بسرعه. لا في نظرة المجتمع اليك مثلا رحت تخطب مثلا وقالوا عليك حاجة؟ لا ابدا. ابدا ابدا. طيب. مقدمينه جدا قوي، دايما الجمهور المصري بيقدر التمثيل من يوم ومن زمان ومن قديم جدا. من قديم. ايوه. طب استاذ عباس. نعم. كلمة عباس يعني ايه؟ من العبوس الشدة. يا ساتر. مال يا استاذ. وفارس العم منها. لكن يبدو ان فلسفتك في الحياه تناقض العبوس على خط مستقيم. لا من الناحيه دي بقى، لا ما قلنا الحكايه دي مش هنفتحها يا استاذ. لا يعني ان اسمك عباس، وعباس دي صيغه مبالغه من عبسه. أيوه. ومع كده فانت مبتسم ومرح وضحوك يعني. ده فضل الله عليا يا استاذ. طب دي حاجه كويسه. طب ايه رايك في المسرح المصري الان؟ كويس، ربنا يكرمه ويطمنا عليه
ويشجعوا الى الامام ونسمع عنه كل ما يصير لنا. قصدك يقيلوا من عثرته يعني؟ يقيلوا من عثرته التأليف. ايه أزمة المسرح في رأيك يعني؟ التأليف. التأليف عندنا. ازاي يعني؟ اشرح. يعني بعض يعني ما يزعلوش مني، بعض المؤلفين بياخدوا من مراجع امريكية او غربية اكثر ما بياخدوا من تاريخنا ومن اسمائنا ومن عوايدنا القومية الداخلة في بيوتنا ومن شخصياتنا. من هنا يعني الجمهور بتاعنا يقبل عليه. يعني في رأيك مفيش المؤلف المصري الصميم اللي بيجيب رواية بتنفع؟ لكن مش ما يقضوش قلة يعني. قلة. اي نعم. في ازمة تانية غير ازمة المؤلفين في المسرح؟ لا ما اظنش. ايه رأيك في السينما كمنافس للمسرح؟ السينما المصرية ام السينما الاجنبية؟ السينما بوجه العموم يعني. السينما المصرية يعني اقدر اقول انها شوية انحرفت شوية ناحية التهريج او الناحية الغنائية، واما الناحية الدراما او الناحية اللي فيها مورال او مثلا درس او عظة او بتاع ده هو شوية يعني لازم يعني يكون فيه الجودة لدرجة انه يكون مسبوك والجمهور يقدره ويحبه. لكن بيقل لان الجمهور ما بيحبوش قد ما بيحب الحاجات الفكاهية او اللي فيها التسلية. يعني السينما باعتبار انها ارخص من المسرح ويمكن تجيب متعة اكتر، مش تعتقد انها تكون منافس يعني؟ غالبا منافس، لكن انا اعتقد ان المسرح او اذا يعني كمل من كل وجه ما هيكونش قدامه عقبه ابدا ابدا ابدا. طب ايه اقتراحاتك للنهوض بالمسرح المصري؟ التأليف، الرواية القوية القومية الشديدة من اخلاقنا من عوايدنا ومن تاريخنا احنا، مش من تاريخ احنا. يعني في رأيك اذا وجدت الرواية القوية الجمهور هيجي على طول؟ بكل تأكيد. طيب أيوة. انت تحب التمثيل المسرحي ولا السينمائي؟ ليه بعضه عندي، ده تمثيل ده تمثيل، لكن هو الناحية اللي تتفق مع شخصيتك اكتر. الاثنين احبهم. طيب تقدر تحكي لنا كده فصل لطيف حصل لك؟ ايوه. سواء في السينما او في المسرح؟ لا في المسرح، من غير ما نضايق اخواننا. كان مدة الاستاذ جورج ابيض، كان في عندنا رواية اسمها رواية صلاح الدين ومملكة اورشليم، وكان اسند الي بدور اسمه اياز، كنت احب الدور ده قوي. وبعدين كنا مسافرين الشام، جابوا ممثلين جداد ويانا، وجابوا الممثل اللي كان بيعمل دور اياز قبل مني. اي وبعدين جاءت استاذ قبل قال لي يا عباس صاحب الدور دي فانت تتنقل لدور تاني اللي هو دور الملك العادل اخو صلاح الدين. انا اضطربت قوي وخدت الرواية بسرعة، قعدت احفظ الدور احفظ الدور، ما همنيش من الدور حاجة الا ايتين قرآنيتين في الدور، بقيت خايف منهم قوي، بقيت الدور قلت اقول اللي اقوله او اغلط ما حدش هيقول انت فين، لكن غلطت في دول هتبقى يعني حاجة مش كويسة. وقعدت احفظ فيهم احفظ فيهم وهم يعني قدام كل شيء. اول ايه بيطير حمام زاجل، وبعدين يبص للحمام كده يقول ايه ويخلق ما لا تعلمون، دي اول ايه. قمت انا من كثر محاسبتي للايه وانا بطير الحمامه قلت ويخلق ما تعلمون. الكلام ده فين؟ في حلب، وحافظين القران كلهم الناس يعني قالوا اعوذ بالله اعوذ بالله وبان وكده. انا خجلت لدرجه وخفت وخفت من بقيه الدور ان لساني هيتلعث في او بتاع، مشيت كويس لحد الايه الثانيه يا اخوان كان فيها الكارثه، وهي بقى ايه؟ تلك ايات لقوم يعقلون. انا الله بتاعت الايه الثانيه. كانت عمالة في فكري وبين عيني عمالة رايحة جاية، قمت قلت تلك آيات لقوم لا يعقلون. بس بقى حصل بقى شتايم وكركبة في الصالة وبتاع وهروب وخبوني، والحمد لله جت على خير يعني ما جتش فيها حاجة. طب أستاذ عباس إيه الدور اللي أنت مثلته وتعتز بيه؟ في المسرح أو السينما؟ في السينما. في السينما؟ في السينما يعني اعتقد انه ورقة ابن نوفل في ظهور الاسلام كنت اعتز بيه واحبه جدا لمظهر الدور ولكينونة الدور ولاسم الدور ولتاريخ الدور ووقت الدور واسمه واسم مين اللي حواليه، اعتزيت بيه وحبيته جدا، وكان عندي يعني كان زي الجنة تمام تقريبا.